المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان. مرحبا بك دكتور. سمعت ما قاله الملك سلمان، ما الذي تمثله هذه القمة من أهمية بالنسبة للسعودية في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القمة مهمة جدا، ليس فقط بالنسبة للسعودية ولكن لجميع العالم العربي والدول النامية، حيث أن المملكة العربية السعودية تحمست لقضايا الدول النامية ودفعت بأجندة الدول النامية إلى الأمام في إطار مجموعة العشرين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وخاصة في ظل انتشار التدهور والركود الاقتصادي العالمي وبالذات في طيب الدول دكتور، النامية. يعني ما قاله الملك أنه تم أن السعودية ضخت 21 مليار دولار في مجموعة العشرين للتصدي لهذا الوباء، ما المتوقع من الدول الأخرى برأيك؟ الدول الأخرى عليها أن تكون شفافة في مناقشتها لهذه المساعدة وسبل إنفاقها وتوجيهها فقط لغرض مواجهة جائحة كورونا وليس أشياء أخرى أو أغراض أخرى. لكن أيضا المملكة العربية السعودية نجحت في إعفاء الدول النامية من تسديد خدمة الدين، مدفوعات خدمة الدين إلى أو تأجيلها إلى العام القادم، إلى منتصف العام القادم، وهذا يمثل ارتياح للدول النامية بحيث أنها تستطيع أن تستخدم هذه المدفوعات لأوجه أخرى تساعدها في مواجهة جائحة كورونا. طيب دكتور، ما الذي ستجنيه المملكة من وراء استضافة هذه القمة عدا عن كونها الدولة العربية الأولى؟ ليست الأولى فقط، هي الدولة الوحيدة وستستمر الدولة الوحيدة من الدول العربية، لأنها المملكة العربية السعودية وبقية الدول العشرين هم أكبر اقتصاد في العالم، يمثلان حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثلون 75% من حجم التجارة. الأهمية واضحة تماما، أن المملكة لها ثقل ولها وزن، وكان بودنا لو استضيفت هذه مباشرة بدلا من الاستضافة الافتراضية، ليرى القادة والجميع التقدم الذي حققته المملكة في ظل تحقيقها لرؤية 2030. طيب، منظمات حقوقية عدة ناشدت الزعماء الأجانب إثارة موضوع حقوق الإنسان مع السعودية، معتبرة أن الضغط على المملكة من بوابة صورتها الخارجية مفتاح للإفراج عن المعتق ما يقوله نشطاء حقوقيون عن معتقلي الرأي في السعودية. هل لا نعلم إذا كان هؤلاء القادة سيناقشوا ذلك مع المملكة، لكن من تصريحات الجبير وتصريحات المملكة، ما الذي تقوله في هذا الشأن وكيف ترد على مطالب منظمات الحقوقية الدولية؟ أعتقد أن الوزير الجبير قد أكفاني الرد، فهو قد قال بأن هذه أمور خاصة بالمملكة العربية السعودية، هنالك نظام قضائي، هنالك محاكم، وعلى الجميع الكف عن التدخل في أمورنا الداخلية، ويكفيهم، ولا يمكن أن نتدخل نحن في أمور الدول الأخرى الداخلية. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا هنالك الكثير من الضعف ومن التجاوزات في حقوق الإنسان في دول كثيرة، لم تتدخل المملكة إطلاقا في هذا الأمر وتعتبره أمور ذات سيادة، وعلى الجميع أن يحترم ذلك. وحتى في إطار مجموعة العشرين هذا ليس مطرحا على جدول الأعمال ولا يمكن مناقشته على الإطلاق. شكرا لك من جد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان. شكرا جزيلا.